اشوف راي الناس. انا بس عايز اقول للشعب المصري، اذا كنت عارف تقف جنب محمد صلاح، في كام الف محمد صلاح في البلد كانوا محتاجين منك ربع الوقفه دي؟ اذا كنت عارف تقف جنب محمد صلاح وخد حقه، مش عارف تقف ليه جنب نفسك؟ يا اخي اقف جنب نفسك، وقف قول للقرارات الاقتصاديه لا، اقف قول للسيسي انا ما بقولكش طلع السمرسي، انسى القصه دي، اقولك اقف قول للسيسي لا، بطل، كفايه كده. والله لو وقفت وقفتك قدام السيسي زي محمد صلاح كده، انا بحلف لك اني ولا قرار اقتصادي هيطبق عليك. لكن احنا على راي المثل اللي بيقول يجي في الهيفه، او يلا قال له يابا علمني الهيافه، قال له تعالى في الفارغه وتصدر. انا بعتذر لمحمد صلاح، هو مش فارغ ولا حاجه، لكن يبدو ان احنا شطار قوي في الحاجات دي. نشوف.